السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم ازاي الواحد يقي نفسه من الفيروسات او من حصان طروادة او من التروجن او من الدوده او الحاجات ديت. دي كلها ملفات مضره، ممكن بعد كده نتكلم بالتفصيل ايه الفرق من كل واحد فيهم. دي حاجات بتبقى معموله عشان تدخل على جهاز الكمبيوتر وتدمر او تسرق المعلومه او يعني في بعضهم بيبقى مخصص ان هو مش هيدمر لك حاجه، بس هيسرق الفيزا بتاعتك مثلا، او يسرق معلومات خاصه، او يفتح الكاميرا او. والاغلب ان هو بيدخل يدمر الملفات بتاعتك. وفي دلوقتي بقى حاجات مخصصه ان هو يضرب لك ملفات الشغل ويقول لك مثلا لازم تدفع فديه بالبيتكوين. البيتكوين دي معاه على طول لانها صعب المتابعه، طيب، وتدفع مبلغ محترم عشان تسترجع الملفات بتاعتك. طيب ازاي الواحد يقي نفسه؟ في خطوه اساسيه جدا، وبعد كده ممكن نتكلم بالتفصيل في بقية الخطوات، اللي هي ان انت يبقى عندك بارانويا. بارانويا ده مرض نفسي، اللي هو جنون الارتياب او الواحد يشك في كل اللي حواليه وحاسس ان يعني في حد عايز يأذيه، او بيبقى حذر زيادة عن اللزوم. وده المطلوب فعلا. المطلوب ايه؟ المطلوب ان انت تكون مركز جدا وفاهم ان ممكن حد ينتحل شخصية حد صاحبك. بمعنى مش اي ايميل يجيلك محطوط عليه صورة حاجة معينة، صورة مثلا صديق ليك، تعتبر ان ده ملف موثوق فيه وتروح عامل داونلود. هو ممكن يخترق جهاز صاحبك او الايميل بتاعه او حسابه على الفيسبوك ويبعت لك صورة معينة او يبعت لك حاجة معينة. انت بقى المفروض ان انت تختفي في الحاجات دي. طب احنا الراجل ده مش متعود مثلا ان هو يبعت حاجه بالانجليزي، تمام، هقول له كلمه بالعربي، ايه اللي يخليه يبعت حاجه بالانجليزي؟ او هو مش بيتكلم سياسي، او هو مش بيبعت صور كزره مثلا، فليه يبعت حاجه زي كده؟ فما تفتحش حاجه، ولازم تبعت تقول له هل دي الحاجه دي جايه منك ولا الحساب بتاعك متهكر. هي دي فكره البارانويا، ان انت تبقى مرتاف في كل اللي حواليك، تعامل كل اللي حواليك كده ممكن يكون الحاجه دي متفيروسه، ممكن الراجل ده مش هو اللي باعتها، تمام، ممكن يكون راجل حد مختار في الجهاز بتاعه. تشوف في كل حاجة على الفيسبوك، بحيث ان انت تقلل فرصة ان انت تصاب بحاجة زي كده. على سبيل المثال ممكن مثلا في موقع يقول لك ايه، تعمل حساب جديد ولا تدخل حساب التويتر، فانت مستعجل فتخش على حساب التويتر. حصلت معايا قبل كده، وفي حد ربهني ان انا عملت كده، فهو من ضمن الحاجات اللي انا قلت له وافق عليها ان هو يبعت على الفيسبوك بتاعي. فبدا يبعت اعلانات بشكل بشع وبشكل رهيب جدا لفتره طويله. انا يعني اللي بيدخل على تويتر قليل الاول، بيدخل على تويتر قليل الاول لما يدخل على الحساب بتاعي. انا ببص بس على حساب بعض الزملاء، بشوف ايه اخر التطورات في المجال الشغل. فواحد ربهني ان في حاجات اعلانات بتنشر على الفيسبوك بتاعي على تويتر، فدخلت لغيت الحساب. فانا المفروض كنت اول ما سجلت بالحساب دوت وخلاص خدت الخدمه ايا كانت هي، بتروح داخل وتروح لغيها. فهو كان غالبا عايز يحمل كتاب، فلما قلت له حمل كتاب فقال لي طب تدخل بناء حساب فيه مش هتحمله، فقلت له تويتر. فراح بدا ينشر، ياخد الصلاحيه ان هو ينشر. وساعات بتحصل كتير واحد ما ياخدش باله ويلاقي حاجات بتنشر على صفحته او صفحه حد بدون ما ياخد باله. فموضوع البارانويا ده من الحاجات المهمه جدا. ما تفتحش اتشمنت الايميل غير لما تكون واثق فيه. ده من فلان الفلاني، وانا فعلا كنت منتظر ان هو يبعت لي ملف بتاع شغل. انما واحد بعت في الشغل وبعت لك ايميل بيقول لك كان كتير جدا في مقتل ابن لادن، فتدخل فتلاقي الهاكر اتحمل الفيروس ده، بيبقى ملف صغير جدا ومحطوط مثلا مع صوره مع حاجه كده، بحيث اول ما تدوس يروح يبدا يتحمل ويدمر الكمبيوتر ويدخل على الحساب بتاعك ويبعت نفسه اوتوماتيك لكل الناس اللي موجودين عندك في الايميل. فهم معتقدين ان انت اللي بعت الايميل دوت، فيفتحوا الملفات برضه يصاب. وناس كتيره بالملايين بتصاب بالفيروسات بتاعت الكمبيوتر دي كل سنه. فلازم نكون حذرين، ولازم يكون عندنا بارانويا. مفيش اي مشكله ان انا ابعت اتاكد وكل ايميل اشك فيه. طب الراجل ده كلامنا كله في الشغل، ايه اللي يخليه يبعت حاجه تتعلق مثلا بحاجه فنيه او ممثله او لعيب كوره او حاجه من الحاجات ديت؟ ما دام كل شغلنا في الشغل، او ليه يكتب انجليزي واحنا كل كلامنا مش شات بالعربي؟
فنحاول، لان الخسائر بتحصل كتير جدا، تعطيل الشغل، وان انت تقعد تسطب انت فيروس، ولازم كل واحد يسطب انت فيروس. انا عن نفسي في الجهاز بتاعي مسطب افست، لان هو اوبن سورس ومجاني، فشغال معاك كويس من دون اي خص. والانتفيروس بتاع مايكروسوفت كان الاول وحش، بس الفتره اللي فاتت اتحسن كتير جدا يعني، وبقى منافس قوي لبقيه الفيروسات. ونسال الله للانتفيروس، ونسال الله ان يعني يبقى في وعي، بحيث ان المشاكل تقل جدا، وطول الوقت ما تحاولش تدخل على اي موقع تكون فيه مشاكل او غير موثوق فيه. وخليك حذر جدا لو انت بتحمل حاجه من التورنت، لان اغلب الفيروسات بتبقى موجوده فيها. كراك لازم تكون حذر جدا، لان كراك اصلا بيبقى الانتفيروس بيقفشه، فانت بتروح موقع الانتفيروس، فغالبا بيكون فيه فيروس قلب الكراك.